النهاردة تاني تجربة لي مع المنتخب الروسي والتجربة الأولى كان واحد واحد النهاردة فوز للمنتخب الأولمبي اتنين واحد كان مغلوب واحد صفر ثم تعادل ثم هدف الفوز للعربي بدر ولكن خليني بس أقول لكم بقى بمنتهى الأمانة دي مباريات تجريبية تجريبية خلاص أنا بجرب وبشوف والنهاردة كان في سبع لاعبين مش موجودين يعني للمنتخب الأولمبي وبالتالي الفوز ده فوز حلو يعني بالرغم من بقول لكم من الغياب ده لكن احنا فوزنا وده فوز حلو لكن في اخطاء في اخطاء موجوده من حارس المرمى مثلا وده يعني الحاجات دي في البطولات الكبيره ما تنفعش لانك وارد حارس المرمى النهارده اللي لعب يبقى متواجد في المباريات الرسميه في الاولمبيات مثلا انا بدور بس على اسماء اللاعبين بتوع المنتخب الاولمبي ان اللي مش موجودين في الماتش اللي فات او مش موجودين في الماتش النهارده وبالتالي الاخطاء في الماتش الاولاني انا شفت خط دفاعنا اخطاء ساذجه جدا وده برضه على مكاري ان هو يتعامل معاها الحقيقه والجهاز الفني يعني اخطاء ساذجه جدا خلاص احنا بنتكلم من منتخب الاولمبي ده يعني لعيبه في المنتخب الاول في منهم لعيبه على فكره حسام عبد المجيد ومجموع ابراهيم عادل موجودين في المنتخب الاول وبالتالي دول لعيبه كبار ولعيبه خلاص بيلعبوا في في الليفل العالي يعني من 17 سنه انت خلاص الاخطاء دي ما ينفعش الاخطاء البسيطه دي والسهله دي تقع فيها وبتكلفك حاجات كتير جدا تبتدي تعافر بقى عشان تتعادل وامور كتير جدا بتحصل في المباريات ممكن ما تساعدكش عشان توصل لمرحله التعادل والفوز فاعتقد ان انت كمدير فني كميكالي يعني والجهاز الفني الشغل كتير جدا مع اللاعبين ده غير طبعا الشغل في انديتهم، لكن تجربة مهمة ومفيدة ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الاولمبي في مشواره اللي جاي والمباراة الودية استعدادا للمباريات الخاصة ب باريس 2024 والأولمبياد والنهارده كان في تصريح ايضا للكابتن بركات خاص ب الاولمبيات ان احنا عايزين نحقق ميداليه يعني الدورة دي تحقيق ميداليه حلو طموح حلو وجميل بس احنا لازم نشتغل على ده، لازم نشتغل على اللعيبه، لازم نشتغل على ازاي هنلاعب فرق كبيره وبينضم ليهم ثلاث لاعبين مثلا من اللعيبه اللي هم الكبار في كل بلد هتتعامل ازاي معاه؟ انت هت... انت بتفكر دلوقتي هتختار مين؟ اه هيكون في توقيتها لكن انت هتختار مين؟ مين اللي انت محتاجه؟ مين اللي هيساعدك انك يضيف للمنتخب الاولمبي؟ بالاضافه للشغل الفني اللي انت محتاجه سواء بقى دفاعي هجومي امور كتير جدا داخل النادي داخل منتخبنا الوطني الحقيقه مش لاقي الاسماء طيب بعتوها لي يا جماعه عن ماشي بس انا عندي ثقه كبيره جدا في ميكالي لان هو واحد من الـ الـ يعني المدربين اللي عندهم خبره بالسن ده وعشان كده هما بيحاولوا كمان يمسكوه منتخب 2005 يكون موجود ومعاه الكابتن شريف فضيل احد المرشحين يعني من خلال المنتخب 2005 المنتخب الذهبي اللي عنده كاس عالم وعنده ايضا اولمبياد في الفتره القادمه الغيابات زي ما بقول لحضراتكم كده حمزه علاء واحمد كوكا ورافض خليل وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامه فيصل ومحمد حمدي ودول متواجدين في المنتخب الاول في مباراه تونس القادمه سبعه يعني مش متواجدين من اللعيبه